السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن المحاضرين المجانيين وعن تثبيت الموظفين أو الخريجين في دوائر الدولة. هناك الكثير من المحاضرين المجانيين اليوم في العراق، أعداد كبيرة جدا يستمرون بهذه المهنة منذ سنوات ولا يزالون طبعا وسط غض النظر من قبل السلطات الحكومات المتعاقبة عن وضعهم. وأخيرا في موازنة 2021 كانوا يتوقعون أن يكون هناك تثبيت لهم في هذه الموازنة، أن يكون هناك إدراج لوضعهم في هذه الموازنة لتثبيتهم على الموازنة طبعا وبالقانون، وبالتالي يحصلون على مقابل مادي نظير عملهم. لكن صدموا كما يصدم العراقيون طبعا يوميا من قبل حكومات ما بعد الاحتلال، صدموا بأن الموازنة خالية تماما من أي ذكر لهم، مجرد فقرة واحدة وهي منحة تعطى إلى المحاضرين وليس راتب شهري. هذا الأمر جاء على لسان السلطة، وبالتالي نظير سنوات بعضهم وصل إلى 8 سنوات وهو يعمل محاضر مجاني، نرى في المقابل السلطة تمن عليه بمنحة بدل أن تعطيه حق مشروع له في هذا البلد وهو الحصول على فرصة عمل ووظيفة. لماذا تستمر هذه السياسات؟ لا أحد يعلم. لماذا يستمر هذا التوجه الحكومي بمحاربة شريحة كبيرة من العراقيين، من الخريجين، من طبقات مسحوقة بالمجتمع العراقي، ترفع من مستوى الفقر وتزيد من نسب البطالة اليوم في العراق؟ نقابة المعلمين طالبت حكومة الكاظمي بإيجاد حل لقضية المحاضرين المجانيين الذين سدوا النقص الحاصل في المدارس. طبعا المقطع اللي شفتوه في بداية الحلقة كان في محافظة ديالى، لكم أن تتخيلوا، وهناك مشاهد أخرى سنعرضها، أعداد كبيرة جدا في عموم العراق من المحاضرين المجانيين سدوا النقص الحاصل في المدارس، لا سيما من مضى على عملهم سنوات طويلة ولم ينصفوا بالموازنة التي أقرت رغم وعود البرلمانيين والمسؤولين. أرجع نقيب المعلمين عباس السوداني كثرة أعداد المحاضرين في المدارس إلى قيام بعض السياسيين ولأغراض انتخابية سابقا بزج عدد من الخريجين من مختلف الكليات غير التربية ضمن شريحة المحاضرين لكسب أصوات انتخابية، وبالتالي لم يحصلوا على حقوقهم. طبعا اليوم احنا عدنا وفق تصريحات أخيرة لمصطفى الكاظمي وسبقها حيدر العبادي بوجود 4 ملايين موظف حكومي داخل دوائر الدولة. هذا الموضوع يثقل كاهل الموازنة، عبء كبير على الدولة العراقية، لأنه وفق المعايير العالمية بالنسب والأرقام التعداد السكاني للعراق مع عدد الموظفين هو كبير جدا. طبعا أعداد الموظفين اليوم كبيرة للغاية، وسنتحدث عن الوهميين، أرقام بمئات آلاف من الوهميين اليوم موجودين داخل أروقة الدولة، يؤخذ على أسمائهم رواتب ويترك المواطن البسيط الحقيقي الموجود، الإنسان الحقيقي الموجود في الشوارع، يترك بلا راتب وبلا وظيفة. من معنا؟ السيد أبو زينب من النجف، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك. طبعا ما نراه اليوم ونسمع عنه بكل وسائل الإعلام، نعم، خاصة عبر الفضائي، عن المحاضرين المجانيين. أولا من المعيب جدا أن يوجد محاضر مجاني في بلد نفطي. ثانيا شفنا وشاهد المقابل العسير لإقرار الموازنة لعام 2021 واللي كان المفروض أن تقر في الشهر العاشر من عام 2020. هنا القضية طبعا هي مقتضى مصالح الأحزاب، نعم، وليس صالح الشعب. ثانيا إذا تشوف الموازنة وما يمنحوه للمحافظات، وهذا من النتائج السلبية لأنه ذولا كانوا يعني مثل ما نقول بالله جداشة بوشونهم بعد ما أعلنوا مرارا وتكرارا على تثبيتهم
بالدوام المستمر او العقود على اقل تقدير، مو مثل ما تقول منحه. يعني البصره هي تنطي اكثر من 60 او 50% من دخل العراق. نعم. وعدد نفوسها 4 ملايين نسمه يرزونها تريليون دينار، يعني ما يعادل حوالي 750 مليون دولار. نعم. بالعراقيين كردستان 3,200,000 واحد يرزونهم 17 أو 12.5% من، يعني ما يعادل حوالي 6-7 محافظات. توزيع يعني توزيع غير عادل. سيد ابو زينب، انا اريد اسالك هسه، اليوم شفنا بالموازنه فقرات منها تعويضات تعطى للمقاتلين من الحشد، تخصيصات ماليه، ايضا مؤسسه الشهداء او ما يعرف بهذه التسميه تعود باثر رجعي اعطاء تعويضات للرفحاويين. طيب بالنسبه لاصحاب العقود اللي ما مثبتين على وزاره في الدوله، اللي اليوم محاضرين مجانين، ذولا مدى يقاتلون ايضا؟ مدى يخلقون اجيال؟ مدى يقومون بواجب؟ مدى يضحون؟ يعني اليوم من نلقاه صار له سنين يؤدي عمل بدون مقابل، هذا مو مقاتل؟ ليش ما يستحق تعويضه من الدوله؟ ليش ما يستحق تخصيصات اليوم؟ عزيزي استاذنا الكريم، هناك مقوله قديمه تقول: شيئان ان صلحا صلح ما دونهما، وان فسدا فسد ما دونهما، العلم والقضاء. واحنا ما شاء الله اثنيناتنا فاسدات. فاسدات مو بدول الجنود المجهولين المعلمين والمدرسين. لا. فاسدات بالاحزاب، واني طبعا وزير التربيه ايضا من ضمن الاحزاب. ما يجيبوا هذا وتصير مزايدات وكذا. هذول في كل دول العالم اعلى راتبين هم المعلم والمدرس يعني. نعم. والقاضي حتى لا يرتشي، وهذا حتى لا يسوي دروس خصوصية أو يلجأ إلى أساليب أخرى مثل الرشوة وغيرها. نعم. على مدى عدم الأبناء اللي يريد يعيش، فهذولا ويقروها مع الأسف يعني بعض قادة الأحزاب وبعض المحسوبين على الأحزاب. وبالتطبيق العملي آخر أول ما يتضرر هو المعلم والمدرس. No. هذا اللي يخرج الأجيال كلها من الفراش إلى رئيس الجمهورية. وبالمناسبة بيحاربونا كل شهر، وأنا أيضا مدرس. كل شهر دائما آخر راتب ينطولي آخر وزارة هو وزارة التربية. وآخر مديرية التربية في العراق والعالم كله هي مديرية تربية النجف، لأنه الإشارة بيد السيد المحافظ جناب الكسيف، ايش وقت ما يعجبه يفتحها، ايش وقت ما يعجبه يسدها. هو طيب. ياخذ راتبه اولا بالدولار وما يعادل راتب 100 او 200 مدرس، زين، وياخذ باليوم المحدد هو طاقم، يعني يجيك النوبه الاوقاف، يجيك مدري شنو، اخر شيء يطول المعلم والمدرس. ابو زينب انا اشكرك يعني. شكرا جزيلا من النجف، شكرا، وصلت الفكره. خلينا نستقبل اتصال من السيد علاء من واسط، هو احد المحاضرين المجانيين. تفضل يا سيد علاء، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي احنا اليوم سدينا تربيه واسط الصبح. نعم. والى الان متواجدين وناطين خيم باب التربيه. نعم. نطالب بحقوقنا اللي يهمشها مجلس النواب بالموازنة 2021، واللي أنت نص لازم إحنا عقود وزارية، لكن نرى أن اليوم حقوقنا مسلوبة، ضاع كل شيء من يدينا، تعبت وضعيتنا. يعني واحدنا من 2017 وال 2018 2019 و 2020 ولا واحد بينا اللي انذكر وطوا حقه، وأقلبنا أقلبنا كفيلك الله. نعم. أقلبنا عوائل شهداء، أنا من ضمنهم، أنا أخ شهيد. نعم. يعني أحتاج العطلة لا شغل والصبح بالدوام المجاني. نعم. واحتاريت بعائلتي شلون قمت يعني بين الأسد العيشة. نعم. يوم يعني الجمعة عطلة مال الكورونا وحضرت جوال. نعم. السبت حضرت جوال، يعني منين أجيب إذا أنت ما تطيني؟ وأني ما أقدر أشتغل من الحظر. نعم. منين أجيب؟
سيد علاء ايش قد عددكم بواسط؟ واسط اعدادنا 22000 22000 بين محاضرين واداريين. طيب يعني الدولة الحكومة والاحزاب وعدوا انه يضمنوكم ضمن موازنة 2021، ليش اخلوا بيكم اليوم او خلوا بيكم وما ضمنوكم؟ احنا بفقرة الفقرة 12 كنا مشمولين. طيب سوينا تعديل على العقود. نعم. من 2020 فما دون مباشرة يقولوا الرئيس المالية قبل رفض الفقرة. يعني كل تسأله ويقول لك لا هو شخصيا رفضها، يعني هاي النواب كلها يريدون الدولة يعطوكم منحة يرفض يعطوكم منحة، يريدون اليوم مخصصين فقرة يعطوكم منحة، هاي المنحة ترضيك تكفيك؟ هي حتكون مرة واحدة أخي العزيز شنو أروح لك المنحني؟ لو تحصل المية لو ما تحصلها، إذا أنا عندي عائلة وعندي أطفال شهيد وعندي أطفالي والمولد صعد، الغلاء صعد، الأسعار صعد، الدولار صعد، أنا منين أعيش؟ شلون راح أعيش إذا هيك أظل؟ يعني أنا بالأسبوع لو أحصل اليوم أشتغل بي لو ماكو، يعني شلون أعيش؟ ما أتذكر وزير التربية ما طالب. يعني مع احتراماتي يعلم وكل العلم بان احنا سادين المدارس وسادين التربيات النقص بيها. نعم. يعني اداريين 150 اداري. نعم. مجاني داوم تربية واسط 150 بالعدد اعطيك اياهم بالمضبوط. نعم. 150 اداري داوم تربية واسط، هاي ال 150 اذا طلعت تفرق التربيات لو ما تفرق. نعم صحيح يا اخي. موقفكم شنو اليوم يا علاء؟ موقفكم اليوم شنو حيكون او خطواتكم القادمه شنو حتكون في حال الحكومه ما استجابت لمطالبكم؟ اعطينا يومين ما اعطيناهم مهله يومين حتى يعيدون الفقره 12 ويعدلوها ويمشون. ما تقول الخطوات القادمه صدقني حتى الامتحانات وصلت الامتحانات الخارجية قررنا نوقفها لأن إحنا حقنا ضايع. بس تدري يا علاء اليوم بالعراق على وزارة التربية اليوم بالعراق وراء تصريح من مصطفى الكاظمي ومعلومة كان قايلها العبادي قبل، العراق بي 4 ملايين موظف أصلا، هم ذولا بحد ذاتهم عبء على الدولة، يعني عدد كبير منهم هو زايد عن الحاجة، والهم أعلنوا طبعا من السنة اللي فاتت أنه ماكو وظائف جديدة ما عدا مجموعة بسيطة فقط. شلون برأيك الدولة حتستقبل هاي الأعداد؟ يعني بواسط فقط 22000 مثل ما تفضلت، طيب باقي المحافظات ايش قد بيها؟ أرقام كبيرة جدا. هل العراق اليوم برأيك قادر أن هو يستوعب هذه الأعداد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية اليوم؟ يا أخي الحذف والاستحداث عندك، تقدر تشيل اللي أو التقاعد وتوظفوا مكانهم. نعم. والعدد ترى بالحذف والاستحداث أكثر مما عددنا إحنا بواسط. إحنا خير، إحنا منطقة خاصة منطقتنا منطقة خير. نعم. الكهرباء بيها، النفط بيها، الموارد الدول الجوار بيها، يعني شيء أريد أعدد أحتار. ليش أقل شيء من محافظتنا؟ إحنا هسه رايدين رزقنا على محافظتنا، ماكو ما لا تولنا من محافظتنا ولا تولنا منك من الوزارات، يعني منين أجيب أنت ومنين أنا أجيب؟ وذاك إذا الظل هيك مستمرة وماكو. نعم. إذا طلعنا إحنا خطواتنا الأخيرة نعذب التربية، ماكو دوام نهائيا، لا مدارس. لا امتحانات. نعم. لا تربية، نوقف الوزارة بالكامل حد ما ينفذون مطالبنا. نعم. أنا أشكرك يا سيد علاء من واسط، وصلت رسالتك رسالة إلى جميع المحاضرين من السيد علاء، أنه وطبعا للعراقيين هذه معلومة أيضا، أنه هناك خطوات تصعيدية سيقوم أو ينفذها المحاضرون المجانيون في كافة المحافظات العراقية أو مبدئيا في واسط كما قال السيد علاء، إغلاق وتعطيل تام لحركة وزارة التربية للعمل في وزارة التربية، لأنه وعدوا ولم تنفذ هذه الوعود
مثلها مثل باقي الوعود التي أطلقت أو أعطت للعراقيين. عبد الرزاق بن بابل تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ محمد؟ حياك الله سيد عبد الرزاق، أهلا وسهلا، تفضل. أستاذ محمد، المفروض من الدولة أن توفر للخريجين مكانهم الوظيفي، نعم، بالدوائر والقطاعات. لكن اليوم اللي نشوفه يعني فضل الدولة والأحزاب مع كل الأسف تشتغل على تجهيل الشعب وتجيش الناس لأغراض طائفية وهمجية، وبحجة وهي أفكار صراحة يعني أسميها أفكار دوغمانية. القصد منها أستاذ محمد جعل هذا الشعب شعب متخلف لا يؤمن سوى بالطقوس الخرافية وعيدة كل البعد. سيد عبد الرزاق، يعني التعميم غير صحيح. نعم نعم نعم، تفضل. نعم أستاذ محمد، تفضل تفضل. نعم، يعني اشوف يعني جاي يعني صراحه يعني اللي جاي يستخدمون ويا الناس يعني يعني اساليب يعني مو حضاريه، يعني يستخدمون شغلات يعني ما تخدم يعني هذا الانسان اللي يتخرج من الكليه مالته واللي يريد يعين يعني اهله وعائلته. لكنه يعني صراحه يشوف اليوم احنا الميزانيه اما خصصوها للأغراض يعني ما حجة المقاومة وحجة يعني هنا هذا الموضوع يخلينا نسأل، ليش اليوم الفلوس بالعراق رايحة للي يشيل سلاح في حين أنه اللي يشيل قلم واللي يشيل معرفة واللي يحاول يوعي هذا المجتمع ويكون أجيال قادرة على الفهم والإدراك نلقاه مهمش؟ ليش اليوم الحشد وميليشيات الحشد تأخذ والرفحاويين يأخذون رواتب بأثر رجعي وتخصيصات وتعويضات، في حين المعلم اللي المفروض هو أكثر شريحة يتم الاهتمام بها من ضمن شرائح الوظائف الحكومية مهمش اليوم؟ ومثل ما سمعت السيد أبو زينب يقول إحنا آخر ناس بالنجف نأخذ رواتب، ليش؟ محمد، قبل شوية قلت لك هاي الطبقة السياسية تعمل على تجهيل الناس ويعني تحاول يعني شو مثل ما تقول تعرفهم عن طريق طريق العلم، طريق المعرفة. هذا الأسلوب مال محاربة الخريجين، يعني هو هذا خير دليل على أنه الدولة يعني ما جاي تخدم أبنائها. وأنت جاي تشوف يعني كل الدول يعني توفر الإمكانات والخدمات للخريجين، لكن اليوم مع كل الأسف نشوف الخريج يعاني. يعني هاي الأيام العمر اللي قضاها بالسنوات الدراسة واللي يريد يعني بعد ما يتخرج أن يعين عائلته، يشوف هو يعاني، يعني يصير شو مثل ما تقول على عائلته وعلى أهله. مع كل الأسف يعني نشوف اليوم الفضائيين بالدوائر الدولة. أنا أتمنى يا أستاذ محمد، يعني أتمنى أمنية بأنه يقللون خدمة الموظف، ومكان ما يعني عمره يصير 60 أو 62 سنة أو 63 سنة يصير 50 سنة ويطلع تقاعد حتى يفتح مجال لهاي الأجيال، أو يقللون الخدمة إلى 15 سنة مكان ما 25 سنة وهم سوينا على العمر يعني 60 أو 30 سنة. أتمنى يا عمر خلوه على 15 سنة ويطلع حتى يفتح أجيال هذه الأجيال، أو العمر يقللون إلى 50 سنة حتى على مود يفتح، لأنه لا يفتح على هذه يعني شو مثل ما تقول يعني هاي الأجيال بعد ما لهم يعني الخريج يفيد نفسه أو يفيد عائلته. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. حنتكلم بعد شوية عن الوهميين أو الفضائيين في دوائر الدولة، لكن خلونا نشوف بعض المقاطع مشاهدينا الكرام. نروح هسه لبغداد نشوف تظاهرة كبيرة نظمها خريجو كليات الهندسة في العاصمة في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة بتوفير درجات وظيفية في موازنة 2021 لهم بالطبع. خلينا نشوف. هندسة صارت كلها شركة عمومية.
خلينا نشوف الآن إلى ذي قار ننتقل ونشوف مبنى مديرية التربية في محافظة ذي قار تم إغلاقه من قبل المحاضرين للمطالبة طبعا بتحقيق المطالب المتعلقة بالتعيين على الملاك الدائم. خلينا نشوف. نبقى في ذي قار مشاهدينا ونشوف مقطع لقيام العشرات من خريجي كليات ومعاهد الإدارة والاقتصاد بقطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية أمام حركة المركبات للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل بالقطاعين العام والخاص. خلينا نشوف. بعد التسويف والمماطلة وإهدار حقوقنا من قبل النواب وعدم إدراجنا بفقرة الموازنة وتحويلنا إلى أجور منحة، تقرر محاضري ذي قار أجمع الخروج باعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبنا، وهي عقود وزارية بعد التسويف والمماطلة من قبل أعضاء البرلمان. غير هذا ما نقبل، لا يجينا لا محافظ لا قائد لا مدير تربية، مطلبنا تنفيذ العقود الوزارية بكتاب رسمي، كتاب رسمي من مجلس الوزراء، أو تعديل الفقرة الخاصة بالموازنة، تعديل الفقرة الخاصة بالموازنة. غير هذا لا حد يجينا ولا حد يوصل لنا، شبعنا من المماطلة، شبعنا من التخدير. كافي محاضرين صار لهم سنتين ونص، ومحاضرين صار لهم 4 سنوات و5 سنوات ما لاقين اللي ينصفهم. محاضر يداومون بالأقضية والنواحي، على الأقل إكراما لهاي الجهود اللي قدموها طيلة هاي السنين بالمجان، إكراما المفروض تنقذونهم، المفروض تطونهم حقوقهم بالموازنة، أو تطون الناس راتبين وثلاثة، والمحاضر اللي يخدم مجانا طيلة هذا السنين ما تنصفونه. أي برلمان أي موازنة هاي؟ إلى متى نبقى هيجي مع هاي الدولة الهزيلة، مع هذا البرلمان الهزيل اللي ما ينصف المظلوم، ما ينصف أصحاب الحقوق؟ كافي، العالم تعبت ملت من هاي المماطلات والتسويف مال النواب. الاعتصام يبقى لغاية يوم الثلاثاء، وبعد يوم الثلاثاء إن شاء الله نتوجه الخطوات التصعيدية إذا ما رجعوا فقرة المحاضرين. مشاهدينا الكرام معنا سيد إبراهيم من بغداد، تفضل يا إبراهيم حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، يعني أنا من سنة 2010 أكو قرار حكومي اللي توفى والده، نعم، وهو كان بدائرة حكومية، نعم، يتعين بكان يعني المتوفي، نعم، لأن هو يكون يعني شلون حاجز بطاقة باعتبار أنه رح يكون معين للعائلة. من نعم. سنة 2010 أني والدي توفى، قد مشيت في المعامله بالاوراق اللي تعتبر اصوليه، نعم، وصلت لي لدرجه توقيع وزير وتخصيص مالي. أي. ومن ذاك الوقت لحد الان ما لا صار، من 2010 لا صار تخصيص مالي الي كاني ذوي، يعني من ذوي المتوفي، نعم، ولا صارت المنحه والكتاب واقف على التوقيع. هاي الدوله هزيله. نعم. بعد فترة من الزمن اكتشفت انه الدرجة الوظيفية هاي مبيوعة، يعني انا اكاد اقسم لك او اجزم لك انه بعد 2003 بعد نعم. دخول امريكا ماكو درجة وظيفية او ماكو شخص تعين الا بواسطة او بدفع رشاوي او بانتماء الى جهة معينة واجى عن طريق هاي، يعني اكاد اقسم لك او اجزم لك بهذا الشيء. نعم. فهسه المحاضرين انا من اشوف هاي التظاهرات اكو ناس يعني حالهم من حالنا احنا درجات وظيفيه. وكان الشعب العراقي يتحدث عن انفراجه او متوهمين بالاعلام وبالاتحادات الاعلاميه اللي موجوده داخل العراق، متوهمين انه راح يصير انفراجه
بعد إقرار الموازنة وراح تكون فرصة للشباب بعد هاي إقرار الموازنة وكلها أكاذيب. من جت الموازنة ما بها أي درجات وظيفية أو أي درجات تشغيلية. هاي الحكومة عبارة عن ناس فسدة، ناس قتلة، ناس يريدون بس يأخذون حصصهم وتقسيم أموال من هاي الكعكة اللي هم دائما يطلعون بالإعلام ويتحدثون عنها. كعكة يتقاسموها أستاذ محمد، يعني ما أعرف شنو اللي أقدر أوصفهم أكثر من هذا الوصف بصراحة. سيد إبراهيم أنا أشكرك من ذي قار، شكرا جزيلا للمشاركة. من عندنا السيد واثق من الديوانية، تفضل. واثق من الديوانية، نعم تفضل، حياك الله سيد واثق. نعم نعم يا كسم، تفضل. احنا بالنسبة لدائرين، يعني دائرين بالمدارس خدمة من 2019 و2018. نعم نعم، يعني احنا ناس اصحاب حقوق وجاء نخدم بالمجان، يعني لا مثلا اهتم بهم من ناحيه البرلمان، لا من وزاره التربيه. واحنا طالعين مع اخواننا طبعا المحاضرين، لان احنا ناس اصحاب حقوق وحقوقنا انسلبت. شلون تشوف تعامل السلطه وياكم بعدم ادراجكم بالموازنه؟ يعني هاي طامه كبرى وظلم باعتبار المحاضرين والاداريين ناس خدمه بالمجان. نعم نعم، كل الاسف يعني، يعني احنا كنا نتمنى منهم انه احنا يعني قبل اولويه مو بهالدرجه هاي، يعني يعني عاملونا كاننا احنا يعني من خارج البلد او ناس خارجين على القانون. صالهم مش قد يوعدون بيكم ان هم حيخصصوا لكم درجات وظيفية او يدرجوكم بالموازنة؟ يعني تقريبا موازنة 2019 وموازنة 2020، يعني ذيك الموازنات كانت يعني خطوات ابتدائية، ان قلنا يعني نظام واحنا نخدم، هم نخدم وطننا وهم يكون حق قال الوطن، بس احنا مع الأسف يعني موازنة 21 فاجأنا انه احنا اصلا ما مشمولين، ووعود كاذبه ومزيفه. نعم سيد واثق، يعني شنو الخطوات اللي ممكن تسووها اليوم في سبيل انه تستحصلون على حقوقكم؟ احنا اليوم طبعا محافظه الديوانيه نصبنا الخيام واعلنا اعتصام مفتوح، اخواننا موجودين المحاضرين والاداريين موجودين بالديوانيه اليوم. نعم، وامام حتى مبنى التربيه، لان مع الأسف يعني احنا كنا نتمنى غير هذا الشيء، ما كنا نتمنى انه نغلق مديرية التربية اللي تمثل التربية، بس مع الأسف يعني اضطرينا هذا الشيء حتى نوصل صوتنا للجهات العليا. سيد واثق، علاء من واسط اتصل بينا، هو محاضر مجاني، قال احنا بواسط حنغلق مديرية التربية لانه خلال يومين طبعا اذا ما نفذوا مطالبنا، لانه هذا الحل بالتعامل ويا هكذا سلطة او هكذا نظام ما يسمعنا، ما يحقق اللي نتمناه او اللي دريده، هذا حق مشروع ومطالب حقه، ليش انا ما يحققوا لي او ما يخصصوا لي اليوم بالموازنه؟ حسد مبنى التربيه، هكذا تحدث علاء، او ربما يعني هي توجه المحاضرين في واسط، انتم حتتجهون الى نفس الخطوات؟ احنا طبعا اتجهنا، لان كنا مطالبين مديريه التربيه ومصرينا صوتنا قبل المشاعر، ف كانت اول خطوه تصعيديه انه الاعتصام واغلاق مبنى التربيه. نعم طيب، اكو اليوم كل يوم فقره بالموازنه تتكلم عن منحه تعطى لكم بدل الراتب، وماكو طبعا لا نسبه، لا محدد برقم ولا نسبه. هاي المنحه اول شيء من الضامن انه هي راح توصلكم مثل ما الدوله راح تخصصها في ظل وجود الفساد والسراق. ثانيا، هل ترضيكم هاي المنحه ورا هاي السنوات من العمل؟ حقيقه هو يعني انسى كاي شخص، مو خلي يكون محاضر او اي شخص. يعني اليوم بعد هاي السنين الطويله من 2019 واللي قبل 2019 هاي السنين، يعني المنحه شو تريد تسوي له؟ اذا هو صاحب عائله مثلا او اهله معتمدين عليه او تارك عمله وفي سبيل يعني قطاع الدروس ومراقبه بالامتحانات والدوام المستمر بالمدارس. نعم، يعني حقيقه هذا ظلم واجحاف، كان حق الاداريين او حق المحاضرين. نعم سيد واثق من الديوانية، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، وصل صوتك. خلي نروح إلى محافظة واسط مشاهدينا الكرام ونشوف المقطع
من احتشاد المحاضرين المجانين في محافظة واسط أمام مبنى مديرية تربية المحافظة للمطالبة بإصدار أمر بتعيينهم على الملاك الدائم. خلينا نشوف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا أحد المتصلين تحدث عن موضوع الفضائيين في الدولة، كان السيد بابل أو عبد الرزاق من بابل، قال بأنه أو تحدث عن موضوع وجود الفضائيين أو الوهميين، موظفين الوهميين في دوائر الدولة أو في المؤسسات الحكومية بشكل عام. هذا الموضوع أكد وزير المالية علي علاوي في لقاء سابق، قال بأنه 20% من موازنة الرواتب البالغة 43.3 مليار دولار سنوياً، 20% من هذا المبلغ تذهب إلى الفضائيين، إلى الوهميين، تخيلوا مع الرقم، طبعا تذهب إلى جيوب الفاسدين مثل ما قال وزير المالية. قال بأن الأشخاص الفضائيين المسجلين في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين، يأخذون رواتب من الدولة يتراوح عددهم بين 200,000 إلى 250,000 شخص. هذا طبعا حديث وزير المالية، هاي الأرقام الحكومية، الله أعلم كم الأرقام الحقيقية بالنسبة للفضائيين. يقول أما الموظفين الذين بلا دوام فعددهم أكثر من ذلك، وأوضح أن هاتين الفئتين تشكلان من 15 إلى 20% من الموظفين، وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنويا. إذا تكلمنا فقط عن الفضائيين، 250 ألف شخص موجود في دوائر الدولة أسماء وهمية، يتقاضى مدراء ومتنفذون ومسؤولون في الدولة رواتبهم، لو تم تعيين حقيقيين مكانهم، تخيلوا الرقم، ربع مليون شخص، 250 ألف، ستعالج مشكلة كبيرة جدا في العراق، بالإضافة إلى اقتراحات طبعا وحلول كثيرة بإمكان الدولة أن تتبعها في سبيل معالجة أزمة البطالة وأزمة المحاضرين المجانيين وأزمة العقود وأزمات كثيرة متعلقة بالوظائف اليوم في العراق. من عندنا السيد علي من الديوانية، تفضل. علي من الديوانية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي. ألو. علي تفضل. فقدنا الاتصال ويا السيد علي. خلي نبقى مع محافظة واسط بالمقاطع اليوم اللي نعرضها في الحلقة، ونشوف استمرار التظاهرات الرافضة لسياسة التجاهل والتهميش تجاه المطالب، وأعلنوا عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام مديرية تربية واسط لحين تحقيق تلك المطالب. شوف. بعد تشويه الحقوق علنا، اجتماع كل السياسيين على قتل أحلامنا كمواطنين من الدرجة الثانية، ولسنا تربويين، نحن بالمجان، بل كأننا عبيد، خسئتم بل أنتم العبيد، ونحن الأحرار، تبا لتلك الحياة التي رسمتها سياستكم القذرة. أيها المحاضرون الأحرار، أيها التربويون، نبين ما يلي: إعلان مظاهرة موحدة ومتكررة أمام مجلس النواب في واسط يوم 4/4/2021، إعلان اعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب أمام مديرية تربية واسط وأبلاغ المديرية لحين تحقيق مطالبنا الحقة. أهلا بكم من جديد، معنا السيد علي من الديوانية، تفضل يا علي. فقدنا اتصاله يا علي. طيب، عندنا بعض الرسائل خلنا نقرأها حتى نواكب مع حضراتكم.
عندنا رسالة من السيد حمدان الديوان من الحويزة يقول: السلام عليكم أخي محمد، في وجود نفوذ الملالي المجوس في العراق ما راح العراق يشوف خير. حكومة إيران ليس لها صلة بالإسلام بل مع الصين والروس، ولعنة الله على إيران وعلى هادي العامري. لدينا رسالة أخرى من أحد السيدة أم سجاد إحدى المشاركات تقول: السلام عليكم أخي العزيز، رسالة اليوم نصيحتي إلى من يريد أن يفرق شبابنا الأبطال، وإن شاء الله تكون أول وآخر طلعة وآخر مرة ونصيحة لشبابنا، إعدام هؤلاء. أنا السيدة أم سجاد يعني مشكلة ما أفهم كلش يعني بصراحة، أنا أشكرك. عندنا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم وللجميع. أستاذ محمد، العراق وقع بيد الأعداء، الاحتلال الأمريكي الإيراني وعصابة الخضراء وأعوانهم، وأصبح قضية عالمية وتخلت عنه كل الدول والمحافل الدولية والمنظمات الدولية، علما أنه عضو فعال بهذه المنظمات وتجاهلت قضيته، والعتب على الجامعة العربية المشلولة. واليوم أصبح واقع حال ممثل العراق وشعب الوحيد ثورة تشرين الشبابية ممثله الوحيد والشرعي، لأنها وليدة من رحم العراق وشعبه أمام هذه التحديات الكبرى، ولا بد من النصر لثوار تشرين. شكرا جزيلا. عندنا السيد صباح من بغداد، تفضل. أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني بالنسبة للميزانية اللي انقرت، وكل العراقيين الناس البسطاء والأبرياء اللي بالسجون كانوا ينتظرون ويعولون على أن الميزانية راح تخصص بها، يعني تتخصص بها شغلات للمواطن العراقي. نعم. بس من سمعنا بالميزانية والمن مخصصين والمحافظات وغيره، ولغم تعيينات جديدة، والناس المحاضرين والناس كانت عايشة على أمل الخريجين أنهم لهم حصة بهاي الميزانية في سبيل تخصيص درجات وظيفية. نعم. لكنها طلعت يعني حتى الميزانية صارت فيها محاصصة، وناس ترضي ناس، يريد طرف يريد يرضون الأكراد، والأكراد ما يوقعون ولا يعطون أصوات إلا يأخذون مكاسب، يعني صارت شون صراعات بين قادة الكتل، وتأخرت أكثر من اللازم، وما بها شيء يخدم المواطن العراقي البسيط من تعيينات، من خدمات، من بناء مصانع، من إعادة تعمير مصانع في سبيل يد عاملة يشتغلون بها، من دعم القطاع الزراعي. بالعكس شفنا طائفية بهذا الموضوع مال اللطيفية والغير والمناطق العقود الزراعية للغت، يعني ما يفكرون بالمواطن العراقي. ميزانية شنو؟ البرلماني من يقول أنا أمثل الشعب، أنت شنو سويته للشعب؟ يعني فميزانية بائسة مجرد كلها مكاسب بها لهم، للوزارات خصصا ميزانيات الوزارات غير شكل، يعني الوزارة جاي تسوي هسه الزراعة لا شيء، كهرباء شنو جاي تسوي؟ كل شيء ماكو. وزارة الصحة وقفت عاجزة أمام شراء هذا اللقاح مال كورونا. وزارة التجارة اللي المفروض تتخصص لها بالمليارات، المفروض 20% من الميزانية لوزارة التجارة في سبيل يدعمون البطاقة التموينية اللي للمواطن العراقي جاي يحتاج من عدد. يعني هاي المواد الغذائية اللي للسياسيين والبرلمانيين اللي ما يهتمون بالبطاقة التموينية، العراقي والمواطن العراقي البسيط يحتاج على هاي البطاقة التموينية، المفروض بهم يدعمون وزارة التجارة. طيب أريد أسألك شغلة يا سيد صباح إذا سمحت لي. اليوم نشوف حالة غريبة شوية، وهي موضوع الميليشيات دا تروج إلى فكرة أنها تريد أن تنصر المظلوم، ودا تنشر الأخبار حول المحاضرين المجانيين، وتنتقد سياسات الكاظمي بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وتريد تخفض سعر الدولار. هذا الموضوع كله من شوكت الميليشيات بالعراق تنظر إلى المواطن الفقير. هو من اللي أفقر الميزانية والموازنة؟ ومن اللي أفقر الشعب غير هاي الأحزاب والميليشيات؟ شلون اليوم بدنا نشوف هاي التصرفات منهم، وأنه هم يوقفون مع الفقير اليوم بالعراق؟
طبعا هذا الترويج للميليشيات مجرد اعلام يريد يصفقون به مصطفى الكاظمي، لان مصطفى الكاظمي ما محسوب على ميليشياتهم فتح وغيرها والنصر وبدر وحزب الدعوه. فهذا تسقيط لمصطفى الكاظمي اكثر ما هو ساقط بالعمليه السياسيه وما عنده اي انجازات بهذه الفتره. فهذا ليش ما روجون بها قبل ما تصير الميزانيه، وخصصا درجات وظيفيه للمحاضرين؟ ليش ما حكم بهالشيء هذا؟ هذول كلهم ناس ميليشيات عندهم وراهم دول تدعمهم مثل ايران، تقول لهم روجوا لهذا الموضوع، احكوا بهذا الموضوع. الميليشيات هي جزء من الظلم الموجود على المواطن العراقي. الميليشيات هي اللي شايله الكواتم، وهي تضرب الكاتيوشه، وهي اللي تسوي سيطرات وهميه، وهي اللي تخطف وتقتل بالنساء، وهي اللي بتضد من المتظاهر العراقي اللي جاي طالب بابسط حقوقه. المتظاهرين المفروض الملف مالتهم هذا يحسم، وملف النازحين والخيم اللي هي وصمة عار في جبين الحكومة ومصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، المفروض هذا كل هالملفات يحسموها. الميليشيات جزء، واليد الضاربة صارت بإيد الحكومة، ضربت مثلا المشروع المتظاهرين اللي كانوا ينوون إصلاح وغيره. المتظاهرين هم سبب بالتهجير، المتظاهرين هم سبب بالفساد، وهاي المكاتب اللي هي الاستثمارية اللي تابع لهم كل منافذ الحدودية منابع النفط وكلهم سيطرين عليها الميليشيات الطائفية. لو مو الميليشيات احنا بخير، لو مو الحشد الشعبي احنا بخير. والمفروض بالمرجعية بالنجف تنهي هذا الموضوع مع الحشد الشعبي، لان هو اجى لفترة، هي فترة الارهاب وداعش وغيره، وانتهى هذا الموضوع. المفروض يزجوهم بالدفاع والداخلية والاجهزة الامنية، ويلغون هاي هيئة الحشد لان صارت عبء الميزانية مالتها والسلاح اللي يمتلكونه خارج نطاق الدولة. واكبر دليل استعراضهم قبل فترة اكثر من 15 يوم استعراضهم باسلحة الدولة وسيارات الدولة، ووقف مصطفى الكاظمي ما قدر يسوي اي شيء بالضد من عندهم، وهم جزء من الحشد، وكل الناس تعرفهم حشد، لكن يسمون ربع الله اي ربع الله، وانتم سيارات الدولة وسلاح الدولة وباجات الدولة. ووقف مصطفى الكاظمي ما قدر يحاسب اكبر منظمة ارهابية هي منظمة الحشد الشعبي، اللي هي واقفة سكينة خاطرة امام كل المشاريع، المشاريع او بنية تحتية، مشاريع يبنون مشاريع حقيقية مثل مصانع وغيرها، ودعم الزراعة ودعم القطاع الكهربائي. وقفت الحكومة عاجزة عن ردع هاي الميليشيات والسلاح المنفلت. وهذه عمليات الخطف اللي صارت. فالحشد هو سبب دمار العراق، لأن حشد ولائي تابع إلى إيران، وإيران عندها أحقاد طائفية قبل 1400 سنة لحد الآن ما بردت قلوبهم من الانتقام من العراقيين والعرب. أنا أريد أسألك سؤال أخير يا سيد صباح بخصوص موضوع المحاضرين المجانيين. اليوم الدعوات لإغلاق مديريات التربية في المحافظات، نصيحتك للمحاضرين المجانيين اليوم والإداريين كذلك المجانيين الموجودين، وعدنا طبعا اللي ما مثبت عقودهم شريحة كبيرة جدا من اللي يطالب بوظيفة اليوم، هل تعتقد بأنه خطوة إغلاق مديريات التربية هي خطوة صحيحة، أم يجب أن يكون هناك تحرك بشكل آخر؟ والله احنا ويا المتظاهرين باي اجراء يقومون به مثل المحاضرين، وغلق كل المديريات التربيات اللي بالمحافظه، ولازم يسوون اضراب عام كل المحاضرين اللي اعدادهم بالالاف واللي جاي يخدمون المواطن العراقي، وبالمدارس وبالمتوسطات والاعداديات المفروض بهم يعتصمون امام وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي والتربيات، هذا في سبيل يصير لهم حل جذري في سبيل تثبيتهم، لان هاي الحكومه ما حد يردعها، ما عندهم انصاف للمواطن العراقي والمحاضر اللي جاي يتعبون بدون راتب، يعني بدون راتب جاي يحاضرون، كلهم خريجين وشهادات علوم عندهم. المفروض كل التربيات في المحافظات تغلق لخاطر المحاضرين اللي صار لهم اكثر من سنه يحاضرون ببلاش. انا اشكرك شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد. عندنا اخر المتصلين السيد عطوان من بغداد. سيد عطوان حياك الله. استاذ محمد شلونك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. تفضل حياك الله. يخليكم حل الاذاعه مالتكم رحم الله والديك. انا بالرعايه الاجتماعيه رحم الله في كل الاذاعات والله، وكل شيء ما سووا لي لا موازنه لا. نعم اي والله استاذ محمد، من يمك بكت انت تحكي وزير سيد عطوان هذا المكان، هذا حاليا صوتك طالع على الهواء مباشرة والناس دا تسمع، انت وجه رسالة للمسؤول، انت ابو المعاناة، وجه رسالتك الى المسؤولين، الى من يهمه الامر بخصوص وضعك باختصار لو سمحت. تفضل. وانتم قناتكم يعني العالم كله تسمعها، الكرة الارضية، ما عندي رعاية، عمري 60 سنة يوميا ناشد يوميا، وموازنة ما يعني تقدير أحصاب. وأنا ما عندي يعني أموري ذاتي يعني كل واحد
يعني موازنة ماكو موازنة. نعم يعني ماكو رواتب. نعم سيد عضوان أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، ونتمنى صوتك ورسالتك تكون وصلت لمن يهمه الأمر، لمن يستطيع أن ينظر إلى هذه الشريحة فعلا، أن يغير شيء من الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون على المستوى الاقتصادي، وطبعا على المستويات كثيرة لكن مستوى الاقتصادي هو جوهر حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.